التدرب على مقاومة فواجع الحرب حدث يصنعه الأطفال في ريمة، فذاكرتهم الضجة بصخب الصراع ما زال فيها متسع للحلم والفرح باللعب والرسم والغناء والقصة وأنشطة أخرى. يحاول هؤلاء الصغار الهروب من تأثيرات الاقتتال الدائر في البلاد إلى مساحة حياة صديقة. فهؤلاء الأطفال الذين عاش معظمهم أجواء العنف والنزوح يسعون للتغلب على صدمات ما عاشوه خلال عام بأنشطة متنوعة ضمن إمكانات صعبة ولكنها مثمرة. هنا يطل المستقبل من عيون الصغار على هيئة علبة ألوان وكراسة رسم تبدو وسيلة للمقاومة والتمسك بالحياة. لا بد إلى أمام هؤلاء الصغار للهروب من كوابيس الحرب سوى الالتحاق بمساحات صديقة يجدون فيها متسعا لنسيان الخوف والرعب. يعلل المعنيون وجود هذه المساحات بكونها محاولة لإفراغ الطاقة السلبية التي دخلت نفوس هؤلاء الصغار وتكررت في يومياتهم كمشاهد عنف. حصل منا على أن نكون قريبين من الأطفال، عملنا على إنشاء هذه المساحات الصديقة، وعدينا كادر متخصص للعمل في المساحات من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك المنشطين القادرين على التعامل مع الأطفال في مثل هذه الظروف. كلفة الصراعات يدفع ثمنها الأطفال، لكن لأطفال ريمة حق الحلم بانتهاء الحرب المشتعلة في عموم البلاد، وبذلك تكون أنفسكم قد تلقت الدعم الأكثر في مساحات حياة صديقة للانطلاق وبناء مستقبل أفضل. كل هذه الاشتغالات يحاول من خلالها هؤلاء الأطفال الخروج من وطأة آثار الحرب إلى مساحة حياة صديقة، كما هي تجسيد حي لطفولة حياتهم في زمن تغيب فيه عناوين الطفولة. علي الجردي، قناة بلقيس، ريمة.